شوربة الطماطم، حطيت مادة دهنية، حطيت بصل دبلته، وادي كرات وكرفس، ادي الكرات والكرفس، ادبله كويس، وبعد كده احط جزرتين يكونوا متقشرين ومتقطعين مكعبات يا هشام، قدامك اهو يا جماله، ادبلها كويس جدا مع بعض، البصل والكرات والكرفس والجزر، خدوا ودوا مع بعض. تعالى بقى نشوف التركه، يكون عندي معلقتين من الصلصه، احورها عشان اطلع الماده الحافظه اللي في الصلصه، واكون جايبه 5 كوبايات من ايه؟ من عصير الطماطم. خدت ودت من كده، انزل عليها 5 كوبايات من عصير الطماطم، وادخلهم في بعض، واكون مجهزه لتر من شوربه الخضار على النار جنبي بيغلي اهو، لتر من شوربه الخضار يا جمالك. ادخل كل مكوناتي مع بعضها، وتعالى اديلها شوربه الخضار، وتعالى تبلها ملح، وفلفل، وسكر، سكر سكر، وشوية قرنفل، واسيبها لمدة 20 دقيقة تاخد وتدي مع بعض، على ما اعمل لها الرو بعد ما تستوي، اعمل لها الرو. الرو يعني ايه؟ معلقة ونص من السمنة او من الزبدة على معلقة ونص من الدقيق عشان يعملوها شخصية، وبعد كده هدي لها نص كوباية كريمة طهي عشان اعمل احلى شوربة طماطم في الدنيا. اسيبها بقى مع بعض، سوري هنا، شكرا. تعالى هنا سيبها تاخد غلوة لمدة 25 دقيقة، بعد ما تستوي يا هشام هعمل لها ايه؟ هعمل لها رو، معلقة ونص من الزبدة ومعلقة ونص من الدقيق، وبعد كده هاخدها اربط بيها الخليط الجامد بعد ما اضربه بالهاند بلندر كويس قوي، وبعد عند التقديم بدلها عندي كريمة طهي اللي على المشروم